أما في أمريكا وصلت القضايا الثلاث إلى مرحلة متقدمة، وصلنا الآن إلى مرحلة الاستجواب سواء للضحايا من قبل محامي المتهم المجرم الذي يحمل الجنسية الأمريكية خليفة حفتر، وكذلك قيام محامو الضحايا باستجواب خليفة حفتر الذي رضخ لأوامر المحكمة وقراراتها بالامتثال للاستجواب بعد مناورات وامتناع ومحاولات على مدى عدة أشهر كان يرجو من خلالها أن لا يمتثل للاستجواب، أو كان يرجو من خلال تلك المناورات أن يؤخر القضية ويستنزف موارد المحامين والضحايا بهذه المناورات وهذه التعطيلات. الآن وافق المحامي، أي وافق خليفة حفتر، على الامتثال للاستجواب عن طريق الدائرة المغلقة، وسيصبح بإمكان محامي الضحايا كل منهم أن يستجوب خليفة حفتر ويسأله عن دوره في القيام بهذه الجرائم، ويحضر من خلال هذه الأسئلة والإجابات للمرافعات النهائية أمام المحلفين. فهذه مرحلة مهمة وصلنا إليها، لها مدلولات كبيرة جدا بالنسبة للخيارات المستقبلية أمام الضحايا وأمام خليفة حفتر، لأن الامتناع عن الاستجواب كان سيؤدي إلى إصدار حكم غيابي، وهذا سيكون سريعا نوعا ما، ولن يستطيع خليفة حفتر أن يتنصل من هذا الحكم. نعم.